أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المتابعون الكرام، أيتها المتابعات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي مع هذا التسجيل الجديد هذه المرة بعنوان الجملة الموصولة وإعرابها، أو الجملة الموصولة وإعرابها. أولاً، ما هي الجملة الموصولة؟ هذا السؤال الذي يجب أن يطرح في بداية هذا التسجيل. إذن تتكون الجملة الموصولة كما تشاهدون من اسم موصول، اسم موصول مثل الذين، الذين لجماعة الذكور، ومفرده الذي، ومثناه اللذان أو اللذين حسب موقعه في الجملة. إذن الجملة الموصولة تتكون من اسم موصول، وهو في هذا المثال الذين، وصلة الموصول. وصلة الموصول هذه قد تكون جملة فعلية أو اسمية أو ظرف أو جار ومجرور، وسنتحدث عنها بعد قليل إن شاء الله. إذن هذه هي الجملة الموصولة كما تلاحظون، قد وضعتها في هذا الإطار حتى تتبين للإخوة المتابعين. إذن الجملة الموصولة هي اسم موصول وصلة الموصول. صلة الموصول هذه ضرورية حتى تتم المعنى الذي، أو عفوا تتم معنى الاسم الموصول. مثال هذه الجملة الفعلية، إذن الجملة الفعلية تبدأ من هنا، جاء الذين أخبرتك عنهم، ولكن الجملة الموصولة تبدأ من هذا الإطار، من الاسم الموصول ومن صلة الموصول. فنقول جاء الذين أخبرتك عنهم. نحن الآن لا نتحدث عن الإعراب، ولكن نتحدث عن كيف تتكون الجملة الاسمية، أو مما تتكون الجملة الاسمية. إذن فتتكون من كما تلاحظون اسم موصول ومن صلة الموصول. ثم نتكلم عن أنواع صلة الموصول. فصلة الموصول هذه التي ترونها باللون الأزرق الخفيف، إذا قد تكون جملة فعلية كما قال تعالى اعبدوا ربكم الذي خلقكم. فصلة الموصول الذي اسم الموصول، وصلة الموصول هنا جاءت جملة فعلية، خلقكم جملة فعلية تتكون من فاعل مستتر والكاف اللي هو مفعول به وميم الجماعة. قد تكون صلة الموصول جملة اسمية، قال الله تعالى سورة البقرة أتستبدلون الذي هو أدنى. إذن هو أدنى صلة الموصول جاءت على شكل جملة اسمية، هو أدنى، طبعا جاءت بعد الاسم الموصول. والجملة الاسمية الأخرى هو خير، أيضا صلة موصول لا محل لها من الإعراب، جاءت بعد الاسم الموصول الذي. قد تكون صلة الموصول أيضا جار ومجرور، وقال تعالى ولهن مثل الذي، الذي اسم موصول، عليهن بالمعروف صلة موصول، هنا جاءت على شكل جار ومجرور. قد تكون صلة الموصول أخيرا ظرف، مثال هل سافر الضيف الذي عندك، إذا عندك صلة موصول لا محل لها من الإعراب، جاءت على أو جاءت في صورة ظرف. إذن صلة الموصول قد تكون جملة فعلية أو جملة اسمية أو جار ومجرور أو ظرف. بالنسبة للعائد، العائد وهو ضمير غائب، لاحظ هو ضمير غائب، ما هي وظيفته؟ وظيفته ربط جملة الصلة باسمها الموصول. احنا قلنا ان الجمله الموصوله تتكون من اسم موصول وصله، ما الذي يربط بهما بينهما؟ الذي يربط بينهما يسمى العائد. كيف نعرفه؟ مثال ذلك افعل ما، اذا ما هنا اسم موصول لغير العاقل، اذا افعل ما تريده. لاحظ هنا الضمير الهاء، العائد هو الهاء، يعود على أنت، افعل ما تريده أنت. ف
فالهاء هو الذي يربط ما بين الجملة الفعلية صلة الموصول التي لا محل إعراب وبين الاسم الموصول. أيضا افعل ما تريد، فالعائد هنا محذوف، هذا العائد المحذوف لكنه يتطابق مع الفاعل افعل ما تريد أنت. إذن هذا العائد وإن كان محذوفا لكنه يربط ما بين الجملة الفعلية واسم الموصول، فهو رابط معنوي، حتى هذا المذكور هو أيضا رابط معنوي. أقبل الذي أحببته، إذن تلاحظون هذا الهاء هنا المتصلة هي التي تربط ما بين صلة الموصول وما بين الموصول. إعراب الجملة الموصولة، تلاحظون هذا إعراب ملخص. إذن هذه أمامكم جملة فعلية أقرأها، جاء الذين أخبرتك عنهم. إذن الجملة الفعلية تبدأ من جاء، جاء الذين أخبرتك عنهم. لكن أين الجملة الموصولة؟ الجملة الموصولة هي الموضوعة في إطار أحمر، الذين أخبرتك عنهم. إذن نحن نريد أن نعرف الذين أخبرتك عنهم لأنها هي المقصودة بهذا التسجيل. كيف تعرب أو ما هي الوظيفة الإعرابية للجملة الموصولة؟ إذن الاسم الموصول يعرب حسب موقعه في الجملة. هنا مثلا فاعل، لماذا فاعل؟ نطرح السؤال، جاء الذين، من جاء؟ نستطيع أن نقول جاءت الجماعة مثلا، فمن جاء؟ الذين. إذن الذين هنا تعرب فاعل، كيف نعرفه؟ إذن الذين اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع فاعل. أخبرتك عنهم جملة فعلية صلة موصول لا محل لها من الإعراب. إذن فصلة الموصول لا محل لها من الإعراب. لاحظ جيدا الإعراب لا ينتهي، لماذا؟ لأن الجملة الموصولة تأخذ إعراب اسمها الموصول. الاسم الموصول هنا كيف أعربناه؟ أعربناه فاعل. إذن أيضا الجملة الموصولة تكون فاعل، فنقول والجملة الموصولة الذين أخبرتك عنهم في محل رفع فاعل. أعيد الإعراب، جاء الذين أخبرتك عنهم، المقصود هنا هو الجملة الموصولة التي في إطار. إذن جاء فعل ماضي مبني على الفتح، الذين اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع فاعل، أخبرتك عنهم، طبعا الإعراب التفصيلي أخبرتك عنهم لا يهمنا، لكن الذي يهمنا هو صلة الموصول. إذن أخبرتك عنهم جملة فعلية صلة موصول لا محل لها من الإعراب، والجملة الموصولة الذين أخبرتك عنهم في محل رفع فاعل. إذن الجملة الموصولة تأخذ إعراب اسمها الموصول، هذه قاعدة للحفظ، بمعنى أن كما نعرب الاسم الموصول أيضا الجملة الموصولة نعربها نفس الإعراب الذي نعربه للاسم الموصول. إعراب الجملة الموصولة حسب موقعها في الجملة، هذه بعض الأمثلة كيف تكون الجملة الموصولة فاعلا ونائب فاعل أو مفعول به إلى غير ذلك. مثال، لما تكون الجملة الفعلية فاعلا، أو الجملة الموصولة عفوا، لما تكون الجملة الموصولة فاعلا، نجح الذي هو مجتهد. إذا نجح فعل ماضي، أين الفاعل؟ الذي. إذا الذي هنا يعرب فاعل، الذي اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل. هو مجتهد هو مبتدأ، ومجتهد خبر، إذا جملة اسمية. والجملة الاسمية هو مجتهد صلة موصول لا محل لها من الإعراب. والجملة الموصولة الذي هو مجتهد في محل رفع فاعل. لاحظ مثال، لما تكون الجملة الموصولة نائب فاعل، كوفئت، إذن كوفئ فعل ماضي مبني للمجهول مبني على الفتحة وتاء التأنيث الساكنة لا محل لها من الإعراب، التي اسم موصول مبني على السكون في محل رفع نائب فاعل، لأنها جاءت بعد فعل مبني للمجهول. في أول القائمة، في أول القائمة جار ومجرور، وهي صيغة الموصول لا محل لها من الإعراب. والجملة الموصولة التي في أول القائمة في محل رفع فاعل. لا شك أنك أدركت الأمر هنا. إذن لما تكون الجملة الموصولة في محل نصب مفعول به، استشير، إذن فعل أمر،
اللذين، تلاحظون هنا اللام الزائدة وتكون في اللذين فقط. إذن اللذين مفعول به، أو عفوا اسم موصول مبني على الاسم الموصول، لا الاسم الموصول لما يكون مثنى فإنه لا يكون معربا وإنما يكون منصوبا، وهذا خاص فقط بالمثنى، وهذا الأمر نفسه في أسماء الإشارة وفي الأسماء الموصولة. إذن استشر اللذين، اللذين هنا اسم موصول منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه يلحق بالمثنى هنا، انتبه. إذن تثق بهما جملة فعلية صلة موصول لا محل لها من الإعراب، والجملة الموصولة الذين تثق بهم في محل نصب مفعول به للفعل استشر. إذن قد تكون الجملة الموصولة أيضا اسما مجرورا، أدي الأمانة، إذن أدي فعل الأمانة مفعول به إلى حرف جر، ومن هنا لغير العاقل، عفوا للعاقل، تكون للجماعة وللمفرد وللمثنى، إذن من للعاقل غالبا. إذا كيف تعرف؟ من اسم موصول مبني على السكون في محل جر. إذن وهي وصلة الموصول ائتمنك جملة فعلية لا محل لها من الإعراب، والجملة الموصولة من ائتمنك في محل جر. إذن قد تكون الجملة الموصولة اسما منسوخا تبعا لاسمها الموصول، مثال ذلك إن حرف نسخ لأنه ينسخ المبتدأ ويحوله من الرفع إلى النصب. إن اللواتي، إذن اللواتي جمع للإناث، اللواتي اسم موصول مبني على السكون في محل نصب اسم إن. استدعينا ثلاثة طالبات، إذن جملة فعلية صلة موصول لا محل لها من الإعراب، والجملة الموصولة اللواتي استدعينا ثلاثة طالبات في محل نصب اسم إن. إذن قد تكون الجملة الموصولة أيضا نعتان، مثال ذلك أحترم الإنسان، إذن أحترم الإنسان فعل وفاعل ومفعول به، الإنسان مفعول به. الذي اسم موصول مبني على السكون في محل نصب نعت، لماذا نصب؟ لأنها صفة والصفة تبع الموصول، فالإنسان مفعول به منصوب أيضا الصفة تتبعه. إذن الذي اسم موصول مبني على السكون في محل نصب نعت أو صفة، يحترم نفسه جملة فعلية صلة موصول لا محل لها من الإعراب، والجملة الموصولة الذي يحترم نفسه جملة موصولة في محل نصب صفة أو نعت. إذن الآن الأسماء الموصولة، من المعلوم أن الأسماء الموصولة تنقسم إلى قسمين، الأسماء الموصولة الخاصة، لماذا وصفناها بالخاصة؟ لأنها تكون لأفراد معينين، إما مفرد أو مذكر أو جمع أو هذا أو هكذا. مثال ذلك الذي، فهو يختص بالمفرد المذكر العاقل وغير العاقل، الذي قد تكون للعاقل الإنسان يعني وغير الإنسان. فالذي هنا تختص بالمفرد المذكر، لا نطلق الذي أو لا نعبر بالاسم الموصول الذي عن المثنى ولا عن الجمع، وإنما نعبر تختص فقط بالمفرد المذكر، وهذا شرح لمعنى الخاصة، وتكون للعاقل وغير العاقل مثل الجماد والحيوان. إذن اللذان واللذين طبعا حسب موقعها في الجملة للمثنى المذكر، خاصة بالمثنى المذكر وتكون للعاقل ولغير العاقل، والمثنى فقط من الأسماء الموصولة هو الذي يكون يعني معربا فيرفع بالألف وينصب ويجر بالياء لأنه تبع للمذكر، عفوا تبع للمثنى. إذن الذين أيضا اسم موصول يكون للجمع المذكر للعاقل فقط، إذن للعاقل فقط، مع أنها جمع للذي الذي يكون للعاقل وغيره، لكن الذين يكون للعاقل فقط، فلننتبه إلى هذه التفصيلة الدقيقة. أيضا التي للمفرد المؤنثة للعاقل وغير العاقل، واللتان واللتين للمثنى المؤنث، واللائي واللاتي واللواتي للجمع المؤنث وتكون للعاقلة أو غير العاقل. طبعا هذه الأسماء لا بد لها من الحفظ والتفريق بين
التي تكون للعاقل والتي لا تكون للعاقل. القسم الثاني من الأسماء الموصولة المشهور وهو الأسماء العامة المشتركة التي يشترك فيها الاسم موصول واحد، يشترك فيه المذكر والمؤنث والمثنى والجمع. مثال ذلك من وما، فتكون أسماء أخرى مثل ذا. طبعا ذا ليست اسم الإشارة ولكن قد تكون اسم موصول ذا، لكن المبرر هو هذان الاسمان وهما من للعاقل وما لغير العاقل، وهما اسمان موصولان للأسماء المشتركة لأنها تكون للمفرد والمثنى والمذكر والجمع. إلى هنا ينتهي هذا التسجيل معكم أيها الإخوة الكرام، نلتقي إن شاء الله في تسجيل قادم، وإن كان هناك طلب لدرس آخر أو تعليق ما فلا فهناك مجال للتعليق. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.